بعد ما شفنا الجروب بتاعة الحافظة أو الكليب بورد، هندخل على الجروب بتاعة الفونت الخاصة بالتابة بتاعة الوورد. أول حاجة هتقابلني فيها اللي هي نوع الخط. طبعا نوع الخط لو جيت كده علمت القطعة دي، نوع الخط كتير جدا، عندي حوالي 200 نوع من الخط، أنواع كتيرة جدا جدا من الخطوط. شوف لو قلت هنا مثلا النوع ده، شوفوا لون القطعة بيتغير معايا ازاي، زي ما انا عايز، لو عايزه بالشكل ده او بالشكل ده او بالشكل ده او بالشكل ده او بالشكل ده، اشكال كتيرة جدا جدا اقدر اختارها واختار النوع بتاعها زي ما انا عايز. لو عايز انزل بالسهم هنا، انزل كده بالسهم، شوفوا دي كلها انواع من الخطوط، اقدر اختار النوع اللي انا عايزه وفي الاخر اقول له ايه، اقول له انتر. عادي جدا جدا، مفيش اي مشكلة، اي نوع انا حابه اختاره النوع ده، واول ما اقول مضغط عليه هيقوم مختاره هو، اهو هيقوم مخليه البرجر ده. طيب لو سألتك سؤال، لو انا عايز اخلي القطعة اللي تحت دي تاخد نفس التنسيق بتاع القطعة اللي فوق، هتقول لي والله هروح على الفرشة واقوم محدد الكلام، هيقوم الكلام كله متحول زي. طب لو عايز ارجع هتقول لي هعمل اندو، لو عايز ارجع كمان راجعه هعمل اندو، طب لو عايز اتراجع عن التراجع هعمل ريدو او ريدو كمان، يبقى اندو برضو من الكيبورد، كنترول زي كنترول زي او كنترول واي، ارجع خطوه اتراجع انا عن التراجع. كويس جدا، ده بالنسبه للخطوط. طبعا انا عندي خطوط كتيره جدا، يكاد يكون حوالي 200 خط انزل بالسهم ده. طول ما انا بنزل بالسهم انا في عندي خطوط كتيره جدا جدا، فقط بحدد الباراجراف واختار النوع اللي انا عايزه من الخطوط بالشكل اللي قدامنا ده. انزل برضو بالسهم، عايز مثلا ابقى اتهوز اهو اختار النوع ده، عايز حاجات تانية اختار انواع تانية، مفيش مشكله خالص، دي انواع خطوط. بس دايما دايما لما بنكتب انجليزي بنختار النوع اللي هو اسمه تايم نيو رومان. لو كتبت كده تايم هيقول لي انت عايز تايم نيو رومان، اقول له انتر، هيقوم اديني النوع اللي انا عايزه. جنبيها على طول الفونت سايز، شوف حتى لو ضغطت، لو وقفت على السهم ده وانس ان انا بس اقوم واقف عليه، هيقوم مسموه لي الفونت سايز. يعني ايه فونت سايز؟ هي بتكافئ من الكيبورد كنترول شيفت بي، كنترول شيفت بي اديني الفونت سايز. طيب انا عايز الفونت سايز قد ايه؟ خد بالك بقى، لو ضغطت على السهم ده بيديني مجموعه الفونت اللي هي موجوده عنده، 8 9 10 11. شوف هنا لو قلت له 8 وقلت له ضغطت عليها، بس هحدد بس الاول الكلام كله، اقوم قايل مثلا ايه، خليها مثلا 8 وانتر. شوف خلى الباراجراف بتاعي صغير ازاي. لو جيت هنا مثلا عايز اخليه 9 هيكبر شويه، طب 10 هيكبر، 11 12 14 16 18 20 22 24، شوفوا عمال يكبر معايا، بيكبر يكبر يكبر. طب لو اخترت لك فونت مش موجود هنا تعمل ايه؟ تقوم داخل هنا وكاتبه مثلا 13 مش مكتوب، تقوم قايل له 13 وانتر، هيقوم اديك 13. 15 مثلا مش مكتوب ولا 17، هقوم كاتب 15 وانتر، هيقوم مكبر لي 15. عايز مثلا 22 22 وانتر. طب انا عايز اخلي الباراجراف اللي تحت ده ياخد نفس التنسيق بتاع اللي فوق، اعمل ايه؟ بالفرشه واقوم ماشي على الخط ده. حلو، عايز ارجع كنترول زي، كمان راجعه كنترول زي. كويس جدا جدا. طيب عايز بقى الحاجات التانية، هحدد الكلام كده. لو انت عايز تخليه بولد، بولد اللي هو حرف البي ده، شوف بي بيكافئ ايه؟ بيكافئ كنترول بي من الكيبورد، يبقى لو انت ضغطت هنا هيخليها كنترول بي، لو ضغطت تاني هيلغيها، او من الكيبورد معايا كده اهو كنترول بي، اهو لو ضغطت تاني كنترول بي، كنترول بي ات تايم في نفس الوقت. يا جماعه الاختصارات ديت كلها بتبقى في نفس الوقت، مش واحد منفصل عن التاني. كويس، عندي كمان ايطاليك اللي هو مايل، اللي هو بيكافئ كنترول اي، اهو من الكيبورد اهو كنترول اي، كمان ضغطه يعدله، ضغطه كمان يخليه مايل كده اللي هو ايطاليك. طب لو عايز احط تحته سطر كنترول يو او اندر لاين من هنا، شوف بتكافئ ايه؟ اندر لاين بتكافئ كنترول يو، اهو حطيت تحت سطر، الغيه اضغط عليه تاني، اهو
اجيبه والغيه، او كنترول يو من الكيبورد الغيه واجيبه زي ما انا عايز، مفيش اي مشكله خالص اهو. طيب لو انا خليت ده بولد وايطاليك زي ما هو كده وتحته اندرلاين، وعايز عندي باراجراف تاني زي ده كده، عايز اظبطه اخليه زي كده بالظبط ياخد نفس التنسيق، اعمل ايه؟ انا حددت الباراجراف بتاعه اللي هو فيه التنسيق كويس. والله عندك احد الخيارات، يا اما تاخد فرشه وتمشي على اللي بعديه على التاني اللي انت عايزه يبقى زيه، او ترجع كنترول جي وتاخد من ده تقف عليه كده وتقول له كنترول شيفت سي، وتروح على ده وتقول له كنترول شيفت بي. كويس، يبقى انت كده ايه، نسخت التنسيق كويس جدا. طب عايز اتراجع كنترول جي، تراجع عن التراجع كنترول واي، طب اتراجع كنترول جي، كمان تراجع كنترول جي، كويس جدا جدا. طيب لو انا مثلا براجع بحث لاحد الباحثين عندي في الماجستير او الدكتوراه او حتى طالب، وعايز مثلا اقول له خد بالك الباراجراف ده او السطر ده بس مش عايزه، يحمله ايه؟ شوف هنا، هقول له ايه؟ هقول له استريك ثرو، يعني بحط لك ثرو على، بحط لك خط على الكلام، كما لو كنت اقول له السطر ده الغيه، السطر ده ايه؟ السطر ده الغيه وحط لي مكانه حاجه تانيه، فانا بكتب له تحت كده حط لي مكانه حاجه تانيه. كويس جدا. دي حاجه اسمها سوبر سب سكريبت وحاجه اسمها سوبر سكريبت. سب سكريبت بتكافئ بالظبط كنترول بلس ايكوال، كنترول ايكوال في نفس الوقت. مثلا لو انا مثلا هنا كاتب، هنزل تحت كده كمان انتر واكتب اكس واحد، انا عايز الواحد ده يبقى سب سكريبت، هقول له ايه؟ كنترول ايكوال، او من هنا اجيبه واخليه عايز سب سكريبت. طب لو انا عايز سوبر سكريبت اضغط هنا يبقى سوبر سكريبت كانها اكس، يعني ايه اكس؟ هي مش اس يعني، بس بنقول ايه مفيش مشكله اكس اس وان كده، دايما بنكتبها في الباحثين. لو انا مثلا عايز اكتب مثلا اسم ايه، احط واحد قدامه واقول له المؤلف ده اسمه مثلا كي اتش اي ال اي ال، كي اتش اي ال اي ال مثلا ده خليل، عايز اعرف ده خليل هو المؤلف الاولاني، فحدد واحد ده واقول له سوبر سكريبت. سوبر سكريبت اللي هي بتكافئ ايه زي ما قلنا، بتكافئ كنترول شيفت بلس. يبقى لو انا ضغطت من الكيبورد كنترول شيفت بلس في نفس الوقت هيقوم عامله لي ايه؟ هيقوم عامله لي سوبر سكريبت. كويس جدا، يبقى كنترول شيفت بلس بيلغي لي السوبر او بيرجعه زي ما قلنا، يا بيلغيه يا بيرجعه. حتى انت لو بصيت كده على الاكس اللي هنا دي هلاقي مع كل ضغطه كنترول شيفت بلس بتتلغي او بتيجي طبقا لي انا عايزها او مش عايزها. كويس جدا. طيب لو انا مثلا عايز اكبر الخط اللي هو الفونت سايز ده، قلنا من هنا دي احد الطرق، دي احد الطرق. طيب في طريقه تانيه؟ اه في طريقه تانيه، ان انا احدد الحاجات اللي انا عايزها سواء كانت باراجراف او سطر او كلمه او كلمتين اللي انا عايزه احدده. كويس، شايفين الحرف ال الكبير ده اللي هو ال كابيتال ده؟ حلو جدا، بضغط عليه ضغطه كمان ضغطه كمان ضغطه، ولو لاحظت الفونت بيكبر هنا باي ديفولت كده اهو، ضغطه بقى 22، ضغطه 24، ضغطه بقى 26، ضغطه 28، ضغطه 36. طيب عايز اصغر من هنا اهو، اصغر 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 اصغر، مع كل ضغطه بيصغر لي الفونتس اوتوماتيكلي. كويس جدا، شفت لما وقفت على الايه الكبيره ديت اداني ايه؟ قال لي ده بيكافئ كنترول شيفت اكبر من الكيبورد اهو. لو جبت كنترول شيفت اكبر من الكيبورد هلاقيه بيكبر اكبر من دي، اجيبها منين؟ حرف ازاي؟ حرف ازاي من الكيبورد؟ يبقى كنترول شيفت وحرف ازاي في نفس الوقت هلاقيه بيكبر. طب لو عايز اصغر كنترول شيفت واو هيصغر اللي هي اصغر منه، كنترول شيفت واو هيصغر اللي هو حرف الواو اللي هي اقل منه. طب في طريقه ثانيه اكبر بيها؟ اه كنترول دال من الكيبورد هيكبر، كنترول دال من الكيبورد بيكبر. طب في حاجه تصغر؟ اه كنترول جيم، كنترول جيم من الكيبورد بيصغر. عظيم جدا. طيب في ايه تاني؟ قال خد بالك لو انا مثلا عندي باحث وانا عايز اقول له الباراجراف ده هعلم لك عليه بلون معين، فبالتالي اللون ده يعني ايه، اعمل عليه اكشن معين، يعني
انا بقول مثلا اللي بالاخضر ده روح عدل فيه مثلا، لا اللي بالاخضر ده احذفه خالص، او مثلا اللي بالاصفر ده احذفه خالص، او اللي بالاحمر ده احذفه خالص، او مثلا اعمل عليه حاجه معينه. لو عايز اجيب اكتر من كده بدخل على مول كلر، مور كلر، هيديني الوان مختلفه خالص اهوت، واقول له اوكي هيديني اللون اللي انا عايزه. كويس جدا. طيب لو عايز اعمل له هايلايت زي احنا كده ما بنعمل بالماركر بتاعنا، هقوم محدد الباراجراف بتاعي، شايفين ده؟ اه، هحط له هايلايت، هايلايت اصفر بقى، هايلايت اخضر، هايلايت من ده، هايلايت من ده، هايلايت من ده، اللي انتوا عايزينه. دي كلها متاحه عندي في ايه؟ في الوورد بتاعي الجميل ده، ده بيديني الايه؟ الهايلايت. كويس جدا. لو انت عايز افكت من نوع معين بتضغط على الكلام ده. طبعا الافكت احنا قلما ما بنروح له يعني، لان الافكت بيبوظ عينينا بصراحه، فاحنا ايه دايما بنتراجع عن الافكت والحاجات دي كلها. تبقى الحاجات المهمه بالنسبه لي المجموعه اللي اسمها فونت في التابه اللي اسمها هوم، هي نوع الخط، حجم الخط، تكبير وتصغير حجم الخط، البولد والايطاليك والاندرلاين، ازاي اعمل له ستريك او امسحه، وازاي اعمل سوبر وساب سكريبت الاثنين مع بعض. هنشوف برضو حاجات تانية كتيرة جدا، يعني السب سكريبت والسوبر سكريبت هتبقى موجودة في الحاجات الرياضية بصورة أكتر. عايز تكتب مثلا اكس سب 1 اوف تي، اكس سب 2 اوف تي، اكس سب ان اوف تي، اكس سوبر 1، اكس سوبر 2، اكس، الحاجات دي كلها هقدر اجيبها. ازاي برضو اديله لون معين الكلام بتاعي ايا كان اللون ده عامل ازاي، وازاي احط له هايلايت. ده معظم الحاجات اللي هي موجودة في المجموعة اللي اسمها فونت في التابع اللي اسمها هوم.